هو انا افتكرت ان انا شفتك، بس مش فاكره اي حاجه بعد كده حصل. انا كل اللي انا فاكره ان انا دخت وتعبت. بس بقول لك ايه، انا تاني يوم صحيت من النوم لقيت نفسي في بيتي وعلى سريري. تعبتي ودختي؟ انت بتشربي يا صدفه؟ لا يا طارق، بقول لك ايه، ما تغلطش فيا، انا ست ملتزمه وبصلي. ايه اللي بتشربي دي؟ انا انت عايز تعرفي ايه اللي حصل يوميها؟ انا هفكر. بعد السهره انا خرجت وخدت عربيتي، لقيت العيال اللي كانوا معاكي مسندينك وخارجين وعايزين يوقفوا تاكسي. ايه الناس الحلوه دي؟ احنا محتاجين تاكسي. اليوم الحلو ده، ايه الناس الحلوه دي؟ اليوم الحلو ده، اليوم الحلو ده. تمام، انا هوصلك، يلا تعالي. انت مين؟ ما تخافش، انا قريب الاستاذ امين جوز اختها. مش انت عارفاني يا صدفه؟ ايوه، امين جوز حنان. ايوه يلا. طب هو حضرتك عارف بيت ميس صدفه كويس؟ ايوه طبعا عارف بيت. امال هروحها ازاي؟ انت قلقان، خد نمره العربيه، ولو ما جتش بكره المدرسه اعمل فيها محضر. يلا يا صدفه يلا. كيفك؟ قال عم بيقولوا صار عندك ولاد، خلف من غير ما يقول. اتفضلي اتفضلي يلا يلا. متشغل اغنية حلوة كده. حاضر. كمل. واحنا في الطريق ابتديت تفوقي، قلت لك انا معجب بيكي، قلت لي وانا كمان. قلت لك بس انا ماليش في الحرام، قلت لي وانا كمان. قلت لك تتجوزيني، قلت لك وانا كمان. لا، قلت لي يلا بينا. يلا بينا. وصحيت من النوم لقيت نفسك برضو في بيتك بس مش مستغطي. لا، بعد كده خدتك ورحنا السيده زينب، رحنا للمأذون وطلعنا وخبطنا على الباب، والراجل كان نايم وصحي وجاب 2 شهود وكتب كتابنا، وادي القسيمه اهي. اتفضلي. دي امضتي يا طارق. انت متاكده صدفه؟ ايوه امضتي. هو انا هتوه عن خطي؟ يعني ايه؟ يعني الست اللي واقفه قدامك دي تبقى مرات عمك على سنه الله ورسوله. انت بقى عايز منها ايه؟ بنات الدنيا خلصت عشان جاي تخطب مرات عمك؟ لا لا، انا مش مصدق، مش معقوله الصدفه تخليني اختارك انت بالذات، تطلع من النوع اللي بيسهر ويشرب ويروح مع اي حد. كنت فاكرك انضف من كده صدفه. خساره. تروح مع اي حد. طارق طارق طارق. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.